سيد هادي الموسوي، ندخل في العمق قبل أن يدهمنا الوقت. النائب العام يعني أمر بإسقاط اتهامات حرية الرأي عن 334 متهم، ماذا عن الباقين؟ لماذا يصر النظام في البحرين على إبقاء المعتقلين والمحكومين؟ هل سينهي الأزمة في البلاد ذلك؟ يا سيدتي، إذا أردنا أن نكون واضحين في مسائل القضاء والأحكام القضائية، لا يصح أن تكون استنتاجاتها عبر تصريح هنا أو هناك من قبل مسؤول قضائي أو من النيابة العامة. هذه القضايا دائما ما تدور مدار القانون أو مدار العدالة. العدالة مسألة لا يمكن أن يختلف فيها. إذا كانت هذه القضايا حتى من حكم اليوم، حتى من تم استئنافه اليوم وهم جماعة المعامير الذين حكموا بالمؤبد منذ 3 سنوات، واليوم تم تغيير أو تخفيف الحكم لاثنين منهم إلى 15 عاما وتأييد الحكم إلى 5 منهم، وقضايا كثيرة، وقضية 11 شخص من المنام، وقضية قطع اللسان، وقضية كل القضايا سواء عبر عنها جنائيا أو بما اصطرح عليه اليوم بأنها قضايا تتعلق بحرية يعني بالرأي، اللي هي قضايا رأي أو حرية تعبير. اليوم بدأت السلطة أن تقبل بهذا المصطلح. هذه القضايا جميعها يفترض بطلانها دستوريا وقانونيا وإنسانيا وأخلاقيا ومنطقيا، لأن جميع من حكم فيها تعرض للتعذيب، وكفاية فقط يكفي أن نقول أنه تعرض للإكراه والتعذيب يبطل القضية وحكمها. هادي الموسوي، هذا هو المفروض الذي تتفضل به، لن أقاطعك هنا، ولكن النظام من وجهة نظري يرى أنه مصر على إبقاء المعتقلين، مصر على اعتماد سياسة التعذيب، مصر على إبقاء المحكومين، لأنه يمكن بنظره سينهي ذلك الأزمة في البلاد. وليس فقط يصر، إذا أصر هناك شعب أيضا على الأرض يصر، وبين الإصرارين نتائج. الشعب أيضا مصر على حقه في أن يدافع عن أبنائه الذين أخذوا للسجن ظلما وعدوانا. الليلة البارحة والليلة التي سبقتها نجد في دار كليب أو أراد في بعض المناطق يتجمع أفراد، ونجد قوات الأمن بجانبهم وهم يحملون الأسلحة البيضاء، وبعد ذلك يرشقون البيوت بالحجارة وما إلى ذلك، ورجال الأمن بجنبهم. لماذا يعتبر هذا تجمعا مشروعا أو مقبولا غير مقموع، ويقمع تجمعا آخر؟ دار كليب البارحة والليلة التي سبقتها ناموا على وقع تهديد مدنيين، وبعضهم ينتمي لوزارة الداخلية أو للأجهزة الأمنية بشكل عام، ولكنه يلبس لباسا مدنيا، ذلك إمعانا في محاولة انتقال السلطة مما هي فيه الآن من إشكالية لا تستطيع أن تواجه شعبها بما يريد، للإدعاء بأن هناك حربا أهلية وأن هناك صراعا مجتمعيا، فتحاول أن تغير المشهد من الإشكالية بينها وبين الشعب إلى أن هناك إشكالية بين الشعب والشعب، وهذا يحتاج في الأساس إلى أننا نقف موقفا وما إلى ذلك. يعني هي تريد أن تبعد نفسها عن دائرة الصراع، فتجعل الصراع شعبيا شعبيا.